الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أسعدنا بمحبتك وأحضرنا بين يديك وأدبنا في حضرتك وزدنا تقى وهدى. يا منعم يا كريم يا عزيز يا غفار يا ستار، نحمدك ونجعلك تقينا من النار بفضلك أنت وحدك يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. ما زلنا بصدد الحديث بفضل الله تعالى وبركاته عن آية من سورة الحديث، حيث يقول ربي فيها: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قلنا البخل ليس البخل بالمال فقط، بخل ألا تتبع الإسلام، ألا تتخذ دينك يوصلك إلى الرحمن وأنت في تمام الاستسلام له. ومن يتولى، أي الكراك للتنو نتوه ردو إلي بيت الإسلام تطول تركلمو كلي مزلو. ومن يتولى، قلنا التولى يوم الزحف كبيرة، فما بالكم التولي من الإسلام؟ من منكم ومسلم تو إلا القليل؟ أليس الأخي هو نطق بالإسلام بدون عمل بتوجيهات الرحمن؟ كيف يكون هذا ولا يستقيم؟ ربي قال سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي في لزيم في الفيفر كلاس، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فما يتوس، فما شرخ، فما فوسي، فما بعد بين المنطوق ما يخطب به الناس وبين المعمول به. هل الإسلام رخص لكم الخيانة؟ هل الإسلام رخص لكم شهادة الزور؟ هل الإسلام رخص لكم الأنانية المبالغ فيها؟ هل الإسلام يبالغ حين يحرم عليك السرقة واللصوصية؟ مبارك الحرم تجي مستسلم من الرحمن، لا تسرق لي بل الإنسان مالك، أنت سلمت من الرحمن، الإنسان آمن وإن كبر لا يحق لك أن تعاديه إلا في مستوى الفكر. أما لسانك يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة ويستدل بالتي أحسن. أما إذا كان هو أشهر عليك الحرم صبر صبر، هنيئا لك ورب سبحانه وتعالى يعظم لك الأجر، ولم تصبر فبالمثل تعامله حتى يعلم أنك غير ضعيف كما كان يتوقع. لأنه يعني تصور مثل ضعيف، وهذا اللي خلى المنافقين شجعوا الناس على شراء الإسلام مهين. إسلام مش يمكن الصخر، مش يمكن الحيطان، رماش الحيطان في الإسلام فما عنده. والمسألة ياسر معقدة لا فائدة في الحديث هذا. أنا أشير وأمضي. إذا هو ما يتولى عن الإسلام بكونه يكون بخيل في كل ما يدين ولا في بعضها ويتصدى للناس حتى يكون مثله في هذا البخل سد أبا الإسلام، يقول ربي فإن الله هو الغني الحميد. لا ربي مش بحاجة ليكم، ليش تدعي الإسلام؟ مش بحاجة ليك هو، أنت لا شيء، أنت تصبح بغضبي وتمضي في سخطي وتحب كانك تمن على الله أني مسلم. لا تمنوا علينا إسلامكم لأنه ليس بإسلام. ولهذا قص الحديث، وإذا كان ما حرب بيني وبينكم هل تحبوا تستمر فالله مشعكم بيننا ويفتح بيننا وبينكم وبالحق. وإذا كان حبيته الهدنة فنحن في هدنة، لكن الهدنة مضيفة ممتلئة يروح بها الوقت وجمع الجمهور. احنا قلنا رانا مناش طالبين دنيا، احنا طالبين المسالمة،
واللي يحب يتملى بغير حق من يوم كان نفسه، لأن ربي قال في القرآن يمشي يرمي به منام بريء، وقد احتمل بهتان. يعني أنت بكذب العالي من الحقيقة كذب وابتلع على الإسلام. وحتى لو قلنا النار أخطأت، هو يعري أكل خطأ لك، يعري الكلب يحكم فيكم وقتها ان تحمل على يلعب او تتركه يلعب، هو يعرف كيف يشحطك في مكان فلاني مش يضحي بيك، بس هو يزيد يعمل رول ميكانيك ويزيد يلعب الدنيا بالفتن ويزيد يقضي على ما تبقى من الاسلام. اذا وليت انت معين له وانت اعمق، لان حتى كيف يصيبك منا شيء من المؤمنين دفع على حقهم صوم بوزني تبدو لجيتم دفاع. أنت الذي عبد بك وفعل بك حتى وصلت، حدا عليك أكلت يورك حطك المكان، قال شو قال غيت عليك يا بولاد شدك المكان هناك ولا تغادي معي، هو وقت مكنك وخلاك تتعرض لرد الفعل الذين اعتبروا الإسلام هو جواز سفرهم إلى الله الآخرة. منين لكم مش أنتم تعلموا جواز السفر؟ منين لكم مش تعطيهم صورة غير صورتهم؟ إخوانجية منين جبتوها هذه؟ أنتم من كلكم في اللبات تحوسوا إخوانجية. نحن مؤمنون مسلمون وإخوان كما قال الرحمن، إنما المؤمنون إخوة، ربنا شد أخوة وأنتم تحبون تنحيهم منها وأنتم تحبسونها إخوانجية. نحن مسلمين حبيت ولا كرهت، ومؤمنين حبيت ولا كرهت، ومحسنين لكم مصبرين عليكم حبيت ولا كرهت، والسلام على من اتبع الهدى.